ثم هذا أيضا كما باب التي باب في الوكالة والقراض باب في الوكالة والقراض وكالة يعرفه المصنف معناه يذكر فيما بعد وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته هذا هو معنى الوكالة قبله يذكر باب في الوكالة والقراض تصح وكالة شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق في قبول نكاح ولو بلا إذن سيد لا في إيجابه يجب وكالة شخص هذا شخص مفعول ليس فاعل إذن شخص هو وكيل ليس موكلا فإذن رجل شخص يوكل شخصا آخر يشترط في هذا الوكيل ماذا أن يكون متمكنا لنفسه متمكنا من أي شيء من هذا التصرف متمكنا من إجراء هذا التصرف الذي وكل به إليه أو فوض إليه لنفسه ينبغي أن يكون متمكنا من إجراء هذا التصرف لنفسه فإذا لو لم يكن متمكنا من إجراء هذا التصرف لنفسه فلا يستطيع أن يجري هذا التصرف لغيره بطريق الأولى فلا تصيح الوكالة وهكذا هم قالون لا مثاله هذا كعبد عبد للمتمكن نفسه عبد فاسق أيضا هذا عبد فاسق في قبول النكاح أما في عقد النكاح لا يصيح لماذا الفاسق لا يكون وليا في الولي يشترط العدالة في العبد والعبد ليس له ولاية في التزويج بل هو يقبل النكاح فإذا بالنسبة إلى قبول النكاح هما متمكنان لنفسه ولو بلا إذن سيد لا حاجة إلى إذن السيد في قبول النكاح كذلك في قبول النكاح يجوز وكالته بلا إذن سيد لا في إيجابه لا يجوز في إيجاب النكاح وكالتهما وهي ثم يبين ما هي الوكالة وكالة تفويض شخص أمره هذا شخص هو موكل أمره إلى من يفوض إلى آخر هذا مفعول يعني هو وكيل في أي شيء يفوض فيما يقبل النيابة ينبغي أن يكون هذا الأمر الذي يفوض إليه أمر يقبل النيابة أما الأمر الذي لا يقبل النيابة لا يفوض إليه ما هو مثلا العبادة العبادة ونحوه سيأتي أشياء اليمين وكذا وكذا أشياء لا تصيح الوكالة يعني العبادة أو أقيم مقام العبادة هكذا يمكن تعني هذا لا يقبل النيابة لماذا يفوض إليه ليفعله في حياته ليفعل الشخص الآخر هذا الأمر في حياته الشخص الأول يعني في حياة الموكل الوكيل يفعل هذا الأمر في حياة الموكل ما بعد وفاة الموكل هذا ليس وكيلا ليست وكالة بل لو فوضه إليه ليفعله بعد وفاته لا يكون وصية لا يكون وكالة ذاك عقد آخر فتصيح يعني الوكالة صحيحة في كل عقد وفسخ عليه ولاية لموكل في كل عقد أي عقد بيع كبيع ونكاح وهبة ورهن وفي طلاق منجز أما طلاق معلق لا يجوز لماذا؟ لأنه ملحق باليمين واليمين بمنزلة العبادة كما سيأتي نعم وفي كل فسخ يجوز الوكالة في كل فسخ ف
فسخ مثل مثاله كإقالة. إقالة معناه هذا فسخ البيع، يعني طلب المشتري من البائع الفسخ، هذا الطلب يقال له إقالة. المشتري يطلب البائع أن يفسخ البيع يقال له إقالة. يجوز الوكالة في الإقالة ورد بعيب، ثم وفي قبل وإقبال للدين أو العين، وفي استيفاء عقوبة آدمي. استيفاء عقوبة آدمي. ثم والدعوى، تقديم الدعوى، والجواب، جواب عن الدعوى، في كل هذا يصح التوكيل. وإن كره الخصم، ممكن في توكيل عند توكيل الدعوى إلى رجل آخر يكره الخصم هذه الوكالة، أو عند توكيل الجواب عن الدعوى إلى آخر يكره الخصم، فهذا لا يعتبر كراهة الخصم، هذه كراهة يعني كراهة طبيعية خلقية، ليس يعني شرعية. ثم وإنما تصح الوكالة فيما ذكر إن كان عليه ولاية لموكل، هذا شرط في الموكل، إن كان عليه على الفسخ وعلى العقد، فيما ذكر عليه الضمير يرجع إلى فيما ذكر باعتبار الشرح، ما باعتبار المتن ضمير يرجع إلى فسخ وعقد، وإلى كل عقد وفسخ، ضمير يرجع إلى كل عقد وفسخ. ينبغي أن يكون ولاية في هذا العقد وإنشاء العقد أو عن إنشاء الفسخ لمن؟ للموكلين. بملكه التصرف، كيف يكون له ولاية؟ بملكه يعني بسبب ملكه التصرف فيه، فيه يعني في كل عقد وفسخ، هكذا حين التوكيل. متى يملك التصرف؟ حين التوكيل. فإذا لو كان يملك التصرف بعد التوكيل أو قبل التوكيل فلا يصح، فلا يصح في بيع سيملكه الآن ما اشترى، بل هو سيشتري، قبل الشراء هو وكل رجلا في بيع هذا الذي سيشتري، نعم سيملكه، هذا لا يصح. وطلاق من سينجحها، رجل قبل أن يتزوج امرأة وكل رجلا آخر لأن يطلقها، يعني هذا أيضا ليس بصحيح، لأنه لا ولاية له عليه حينئذ، لأنه لا ولاية له حينئذ، حينئذ يعني حين التوكيل. وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا طلقت أو انقلت عدتها على ما قاله شيخاني، كذا لو وكل رجل وكل من يزوج موليته يعني بنته أو أخته، هكذا مولية، متى يزوج؟ إذا طلقت يعني عند توكيله زوجة رجل آخر، أو انقلت عدتها، أو هي في عدة ثم قبل انقلاء عدتها يوكل رجلا يزوجها بعد انقلاء العدة، هذا لا يصح على ما قاله الشيخان، نعم يبطل، كذا معناه يبطل هنا على ما قاله الشيخان، هنا معناه في باب الوكالة، لكن رجح بالرولة في النكاح الصحة، الإمام النووي صحح في الرولة، لكن أين ليس في باب الوكالة بل في باب النكاح صحح رجح الصحة، يعني صحة النكالة والوكالة والنكاح. ثم وكذا لو قالت له وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا حللت، هذا ذكر استطرادا، هذا مسألة يعني هذا نظير، نظير لهذه المسألة، لكن على ما رجحه في الرولة من صحة الوكالة والنكاح،
وكذا معناه يصيح. يصيح أي شيء؟ يصيح الإذن. هذا المسألة التالية مسألة الإذن، إذن السيب. يصيح معناه يصيح الإذن. لو قالت يعني ثيب له، له يعني لوليها، وهي في نكاح الآن هي متزوجة ذات زوج، أو عدة، أو حاليا هي في عدة، أذنت. ماذا قال لزوجي لوليها؟ أذنت لك في تزويجي إذا حللت. حللت يعني حللت من نكاح أو عدة، هكذا صرت حلالا معناه. فإذا يصح الإذن، كذلك يصح التوكيل والنكاح على ما صرح في الروضة، لكن في غير الروضة الإمام النووي وكذلك الإمام الرافعي كلاهما قال هذا باطل. نعم. ولو علق ذلك على الانقضاء أو الطلاق فسدت الوكالة ونفذ التزويد للإذن. ثم ذكرنا أن الوكالة باطلة بناء على هذه الوكالة الباطلة. لو زوج الوكيل ماذا حكم النكاح؟ هو صحيح. هذا الذي ذكر نفذ التزويج. لماذا؟ للإذن، لا حاجة لصحة الإذن، صحة الوكالة المصطلح عليها، بل لصحة النكاح يكفي المجرد الإذن. هنا مجرد الإذن إذن موجود. فإذا في كل عقد وفسخ يصح الوكالة، لكن لا يصح في إقرار ويمير ويمين وعبادة، هكذا هكذا. هذا الذي يقول لا في إقرار، أي لا يصح التوكيل فيه، يعني في الإقرار بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا، لا وكالة فاسدة. لأنه هو بنفسه لا يقر، بل وكل رجلا آخر لأن يقر عن الموكل. فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا، عنه يعني عن الموكل بكذا، لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل. هذا الإقرار هو إخبار فقط، ليس إنشاء. ذكرنا في فسخ وفي عقد وفسخ، هذا الإقرار ليس عقدا ولا فسخا، لذلك لا يصح فلا يقبل التوكيل. لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل، هذا لو وكل يعتبر الموكل مقرا كأنه أقر. وهذا الوكالة تضمن الإقرار. نعم. فيه يوجد إقرار ضمني. ثم ولا في يمين لا يصح الإقرار الوكالة في اليمين. لماذا؟ لأن القصد بها تعظيم الله تعالى فأشبهت العبادة. نعم. ومثلها النذر، في النذر أيضا لا يصح. لو وكل رجل آخر لأن ينذر لا يصح. وتعليق لتقوى الطلاق بصفة، كلاهما لا يصح. إنما ذكرنا الطلاق فيما سبق مما يجوز التوكيل فيه، ذكرنا طلاق منجز، هذا طلاق معلق لا يصح. لماذا لا يصح؟ هذا بمنزلة النذر، والنذر بمنزلة العبادة. كيف يكون بمنزلة النذر اللتق والطلاق والمعلق؟ يعني النذر إما لحث ومنع أو منع. لماذا ينذر رجل؟ لأن يكون هذا النذر حثا له على شيء أو منعا له على شيء. كذا لا النذر لا أنعم اليمين نذر لا يمين يمين تعليق لتقوى الطلاق بمنزلة اليمين. لماذا؟ اليمين إما لحث أو منع. ويقول إن دخلت الدار فعلي كذا، أو يعني إن خرجت من الدار فعلي كذا، أو إن لم أدخل الدار فعلي كذا. فهذا إما يحثه على شيء أو يمنعه من شيء، هذا هو مقصود اليمين. كذلك عندما يعلق الطلاق أو العتق
إما يكون هذا حسن على شيء أو يكون من أن على شيء هكذا يصير بمنزلة اليمين واليمين أشبهة العبادة لا يصح ولا في شهادة اليصح في شهادة يعني شاهد يوكل آخر للشهادة لا يصح إلحاقا لها بالعبادة والشهادة على الشهادة ليست توكيلا فإذا هناك شبهة يعني هناك شهادة على شهادة صحيحة أليس توكيلا لا لماذا بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه كحاكم ندي عنه عند حاكم آخر ها نعم فإذا هذا ليست يعني وكالة بل الحاجة جعلت الشاهد الشاهد المتحمل عنه يعني هذا الذي تحمل عنه يعني الشاهد الأول شهادة على شهادة هذا على شهادة صاحب هذه الشهادة هو الشاهد المتحمل عنه وهو جعل كحاكم أدي عنه ماذا أدي عنه؟ أدي عنه حكمه عند حاكم آخر كذلك هذا لأجل ذلك ليست وكالة ثم ولا في عبادة لا تصح الوكالة في عبادة إلا في حج وعمرة يصح فيهما وكذلك ذبح نحو ضحية نحو ضحية تعقيقة هدية هكذا هناك يصح مع أنها عبادة لماذا؟ لأجل ورود الاستثناء في الحديث نعم ولا تصح الوكالة إلا بإيجاب نعم ثم بعد ذلك يبين بعد أركان يعني هذا الوكالة هذا يجب الصيغة نعم ولا تصح الوكالة إلا بإيجاب ما هو الإيجاب وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه بالتصرف ما يشعر هذا إيجاب لفظ يشعر برضا الموكل الذي يصح أي موكل يصح مباشرته بأي شيء بالموكل فيه موكل فيه إما نكاح أو طلاق أو بيع هكذا أو إجارة هكذا في التصرف يشعر برضا الموكل في أي شيء في التصرف رضاه بالتصرف هذا هو إيجاب مثاله كوكلتك في كذا أو فولت إليك يعني كذا أو أنبتك من الإنابة أنبتك أو أقمتك مقامي فيه مقامي فيه يعني في هذا الأمر الذي أراد أن يوكله إليه أو بيع كذا أو زوج فلانة أو طلقها أو أعطيتك أعطيت بيدك طلاقها أو أعتق فلانا كل هذا يعني صيغة الإيجاب نعم قال السبكي رحمه الله يؤخذ من كلامهم صحة قول من قال من لا ولي لها أذنت لكل عاقد بالبلد أن يزوجني يعني امرأة قالت وهذه الامرأة ليس لها ولي خاص لا أب ولا جد ولا أخ ولا عم هكذا أليس له ولي وكذلك ليس في البلد قاضٍ فإذا هذه المرأة أرادت أن تتزوج من يزوجها فإذا هي يعني أذنت كيف أذنت؟ أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني هكذا إذن نعم لكل من في البلد هل يصح أو لا يصح؟ ذكر الإمام السبكي رحمه الله صحة هذا نعم يصح هذا ما هو دليل صحتي؟ قال يؤخذ من كلامهم ماذا يؤخذ؟ صحة هذا الأمر هكذا قال قال الأذرعي وهذا إن صح محله إن عينت الزوجة ولم يفوض إلا صيغة فقط يعني الإمام الأذرعي قال أن قول الإمام السبكي إن صح يعني إن صح نسبة هذا القول إلى الإمام السبكي
ليس هذا على عمومه بل هناك قيد وهو هذا الذي قال محله يعني محل صحة هذا الإذن العام متى إن عينت الزوجة هي عينت الزوجة يعني عاقد يزوجني من فلان ثم قالت ماذا أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني فإذا ولم تفضل إلا صيغة فقط المرأة فضلت الصيغة فقط ثم ماذا ما لم تفضل ماذا ما فضلت ما فضلت أي اختيار الزوج بل هي اختارت الزوج ثم ما فضلت الصيغة فقط صيغة العقد وبنحو ذلك أفتى ابن الصلاح رحمه الله أيضا نعم ثم ولا يشترط في الوكالة القبول نعم لفظا لكن يشترط عدم الرد فقط ولو تصرف غير عالم بالوكالة صح إن تبين وكالته عين التصرف كمن باع مال أبيه ظنا حياته فكان ميتا نعم هذا الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر كما سبق مرارا نعم ولا يصح تعليق الوكالة بشرط كإذا جاء رمضان فقد وكلتك هكذا تعليق ليس بصحيح في كذا وكلتك في كذا ولو تصرف بعد وجود الشرط المعلق كأن وكله بطلاق زوجة سينكحها أو ببيع عبد سيملكه أو بتزويج بنته إذا طلقت واعتدت فطلق بعد أن نكح أو باع بعد أن ملك أو زوج بعد العدة نفذ عملا بعموم الإذن وهنا بكالة باطلة ومع ذلك هذه التصرفات نافذة لماذا؟ هذه التصرفات لا تحتاج إلى صحة الوكالة بل يكفي في صحتها الإذن فقط فإذا الإذن موجود هنا لذلك يصح نعم الذي قال أولا ماذا قال كان وكله بطلاق زوجة سينجحه هكذا طلق هذا الذي قال فطلق بعد أن نكح ثم الثاني ببيع عبد سيملكه هذا الذي قال باع بعد أن ملك ثم الثالث بتزويج بنته إذا طلقت واعتدت هذا الذي قال زوج بعد العدة نافذ نفذ عملا بعموم الإذن وإن قلنا بفساد الوكالة بالنسبة إلى سقوط الجعل المسمى إن كان ووجوب أجرة المثل فإذا لو كان هذا تصرف نافذا فما معنى فساد الوكالة يعني على صحة الوكالة بناء أن على صحة الوكالة يترتب هناك أمور مثلا لو كان في عقد الوكالة جعل يعني أجرة رجل هكذا فوض بيع المال وكل وكيلا لبيع ماله وجعل لهذا البيع أجرة جعلا فإذا يثبت هذا الجعل يستحق الوكيل هذا الجعل لو صحت الوكالة هنا ما صحت الوكالة لذلك هو لا يستحق الجعل لو لم يكن جعل في العقد هو يستحق لأجرة المثل وهنا بسبب فساد الوكالة لا يستحق أجرة المثل هذا الذي قال فساد الوكالة بالنسبة إلى ما بالنسبة إلى سقوط الجعل المسمى إن كان يعني إن كان الجعل المسمى ووجوب أجرة المثل يعني إن لم يكن الجعل ثم وصح تعليق التصرف فقط تعليق الوكالة ليس بصحيح أما تعليق التصرف فقط يصح يعني ليس في وكالة تعليق بل علق التصرف فقط مثاله هذا كبيعه لكن بعد شهر هكذا قال بيعه هذا توكيد ثم قال لكن بعد شهر نعم وتوقيتها
كوكلتك إلى شهر رمضان، هذا أيضا صحيح. نعم صحيح أو باطل؟ نعم صحت عليك التصرف وتيقيتها، توكلتك إلى شهر رمضان، فإذا بعد ذلك ينزل بنفسه. ثم ويشترط بالوكالة أن يكون الموكل فيه معلوما للوكيل ولو بوجه، حاجة إلى العلم المفصل. كوكلتك في بيع جميع أمواله ولا يعلم كم أمواله، أو اتقي رقائي يعني جميع وهو لا يعلم من هو لا يعلم من رقاؤه، وإن لم يكن أمواله ورقاؤه معلومة، وإن لم يكن أمواله ورقاؤه معلومة لقلة الغرر فيه. فإذا هنا بوجه يعلم، هذا يكفي، بخلاف بيع هذا أو ذاك، بيع ذاك هذا مبهم لا يصح. وفارق أحد عبيدي بأن العهد صادق على كل، فارق يعني فارق قوله هذا أو ذاك، لو قال بأحد عبيدي يصح. نعم بأن العهد صادق على كل، وبخلاف بيع بعل مالي هذا أيضا لا يصح. لماذا؟ هذا مبهم. نعم يصح بيع، يصح بيع أو هب منه ما شئت، هذا أضاف إليه مسألة الهبة. نعم بيع منه يعني بيع من مالي ما شئت، هذا يصح. ثم وتبطل في المجهول كوكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري، هذا لا يصير. في كل أموري يعني نكاح تزويج بيع شراء كل، هذا ليس بصحيح. أو تصرف في أموري كيف شئت، لماذا؟ لكثرة الغرر فيه. هذا مسألة الوكالة. ثم بعده يبيع الوكيل، ثم ماذا يفعل الوكيل؟ ما يثبت في حق الوكيل هذا الذي يبين فيما بعدنا. من هنا يبين ما يجب على الوكيل بالوكالة وما يمتنع عليه، هذا الذي يبين من هنا يعني من قوله وباع وكيل بثمن مثل حالا إذا أطلق الموكل ولا يبيع لنفسه، إذن باع كالشريك وكيل. إذن هذه المسألة الشريك فيها نظير للوكيل، الشريك يعني في مال، هذا مال لرجلين أو ثلاثة، هكذا شركة في مال أحد الشريك، لو تصرف في هذا المال الذي اشتركوا فيه كيف يتصرف عند البيع؟ يبيع بثمن مثل حال هكذا، يعني كما يذكر في الوكيل الشريك إذا نفعل. صح مباشرته التصرف لنفسه، أي وكيل يبيع؟ وكيل صح مباشرته التصرف لنفسه. ذكرنا في شروط الوكيل ينبغي أن يكون صحيح مباشرة هذا العقد لنفسه، لو لم يصح منه فلا يجوز الوكالة به، هكذا ذكرنا. فإذا لا يجوز وكالة الصبي، لا يكون الصبي وكيلا، المجنون وكيلا، لماذا؟ ليس لهم أهلية التصرف،
ثم بالنسبة إلى الفاسق والعبد ذكرنا أنهما يوكلان في قبول النكاح، أما في عقد النكاح لا يوكلان، ذكرنا. فإذن ما فائدة إعادة هذا الشرط هنا؟ وباعك الشريك وكيل صح مباشرته التصرف لنفسه، نعم له فائدة. يعني عند البيع أيضا هذا شرط، والذي سبق شرط عند الوكالة، عند الوكالة ينبغي أن يكون الوكيل آهلا لهذا التصرف لنفسه. ثم بعد الوكالة عندما يباشر الوكيل بهذه المعاملة التي وكلت إليه، ينبغي أن يكون على أهلية التصرف لنفسه، نعم هذا أمرنا. لكن هذا الفائدة خفية على صاحب الحاشية، نعم لذلك هو يستشكل، نعم صح مباشرته التصرف لنفسه بثمن مثل فأكثر، يبيع بثمن مثل، معناه لا يبيع بأقل من ثمن مثل كما سيصرح المصنف، نعم إما بثمن مثل أو أكثر من ثمن مثل فقط يبيع، لا يبيع بأقل من ثمن مثل. ثم كيف يبيع حالا؟ لا يبيع مؤجلا، لا يجعل الثمن مؤجلا، لا يبيع بيع نسيئة، هذا الذي يذكر بعده صريحا، فلا يبيع نسيئة، نسيئة يعني مؤجلا، يجعل الثمن مؤجلا لا يبيع، بل يبيع حالا. ولا بغير نقد البلد بثمن مثل، منه علم هذا ثمن مثل بأي شيء يقدر؟ يقدر بنقد البلد. فإذن علم منه ينبغي أن يعامل بنقد البلد فقط، لذلك لا يجوز بيعه بغير نقد البلد. وهذا لو باع نسية بأكثر من ثمن المثل هل يجوز؟ لا يجوز، يعني بيعه نسية لا يجوز أصلا، سواء كان يبيع بأكثر من ثمن مثل أو بثمن مثل أي كان، يعني لو أجل هو يزيد الثمن، لو أجل يعني إيتاء الثمن إلى شهر يكون الثمن 1000، لو كان يبيع حالا يكون الثمن 800 فقط، إذن لأجل هذا 200 هل يبيع نسية؟ لا يبيع نسية، ولا بغير نقد البلد، ولا بغبن فاحش، لا يبيع بغبن فاحش. فإذا هذان معلومان من قوله بثمن مثل، ثم في محترز قوله بثمن مثل تفصيل، لذلك أخر بيان محترزه بقوله ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش، غبن يعني خسران، وهذا الخسران لو كان فاحشا لا يبيع، لو لم يكن فاحشا فلا بأس، كيف يكون فاحشا؟ هذا الذي صوره بعده بقوله بأن لا يحتمل غالبا، هذا الغبن لا يغتفر غالبا، لو كان هذا شيء بسيط الناس يعني يغتفرونه، لكن هذا ليس شيء بسيط غالبا. فبيع ما يساوي 10 بـ9 محتمل وبـ8 غير محتمل، وهو الفرق بين كون الغبن فاحشا وغير فاحش. هذا مصنف بين هذا بالنسبة إلى 10، أن 9 ليس بغبن فاحش، يعني نقصان 1 من 10 مغتفر، أما نقصان 2 ليس بمغتفر، هكذا ذكر. هذا
هل تعتبر هذه النسبة في جميع الثمن؟ مثلا لو باع بمئة، لا ثمن مثل مئة، باع بتسعين هذا معتبر؟ أو يعني ثمن مثل ألف باع بتستمئة هذا يعني الأشر يعتبر غير فاحش في جميع الحالات؟ ليس كذلك، بل يرجع فيه إلى العرف، هذا بالنسبة إلى العشرة وما يساويها فقط. ذكر في التحفة فبيع ما يساوي عشرة إلى آخره. نعم، قال ابن أبي الدم العشرة إن تصومح بها في المئة فلا يسامح بالمئة في الألف. قال فالصواب الرجوع للعرف ويوافقه قول الشيخين يعني الرويان. نعم، فإذا باعتبار في اعتبار الغبن الفاحش يعتبر العرف، ثم هذا مثال للعرف فقط. نعم، ثم ومتى خالف شيئا مما ذكر، هذا الوكيل باع بأقل من ثمن مثل بغبن فاحش، أو باع بيع نسيئة، أو باع بغير نقد البلد، هكذا لو خالف وفعل هكذا فسد تصرفه وبيعه فاسد. وضمن قيمته يوم التسليم، فإذا لو كان التصرف فاسدا يضمن، من يضمنه؟ هذا الوكيل هو ضامن بالثمن، قيمته يعني قيمة هذا المبيع يوم التسليم لمن يضمن؟ وهو باع، إذن أخذ الثمن ممن؟ من المشتري، إذن هو ضامن للمشتري بهذه القيمة. ولو مثليا، ولو مثليا وهو يضمن القيمة، ولو مثليا الشيء لو كان مثليا أيضا بالنسبة إلى المشتري يضمن القيمة فقط، أما بالنسبة إلى المبيع يذكر بعده التفصيل، وهذا ضمان للموكل الذي ذكر هذا في هذا القول، ضمانه للمشتري. لماذا؟ المشتري يعطي القيمة فقط، المشتري يشتري بالقيمة، فإذا هذا الذي عمل معه بيئا فاسدا يضمن بالقيمة. ثم إن أقبل المشتري فإن بقي استرده، متى يضمن؟ لو أقبل المشتري، لو أقبل البائع المشتري يضمن، فإن لم يقبل، فإن لم يقبله فلا ضمان، بعد القبض يكون ضمان. فإن بقي المبيع يبقى عند المشتري، هكذا أقبل فبقي المبيع عند المشتري يعني بعينه يبقى، استرده يرد الثمن وهذا يأخذ. وله حينئذ بيعه بعد استرداده ماذا يفعل؟ هل يرده إلى الموكل؟ لا، يجوز له بيعه مرة ثانية، يعني بيئا ثانيا بالإذن السابق، يعني البائع الموكل وكله وأذن له في البيع باعتبار هذا الإذن الأول السابق، يجوز له بيعه بيئا ثانيا. وقبل الثمن يجوز له بيعه وقبل الثمن أيضا، قبل الثمن ممن؟ من المشتري الثاني. ولا يضمنه، هل يضمن لهذا الثمن؟ لا يضمن لهذا الثمن،
هذا الوكيل لا يضمن الثمن أصلا. لماذا؟ لأن يده للثمن يد أمانة فقط. هذا الرجل وكل لبيع متاعه رجلا آخر، إذا هو باع هذا الشيء وقبض الثمن، فهذا الثمن في يده، ليس يد الأمان بل يد أمانة، لذلك لا يضمن. وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه. إذن لو تلف، هذا لو تلف هذا أحد شقي التفصيل. أولا قال فإن بقي استرده، فإن تلف غرف الموكل بدله، يعني المبيع قبله المشتري ثم بعد ذلك هو تصرف فيه أو أهلك أو أكل هكذا، تلف في يده غرم الموكل، هذا بيع فاسد، لذلك الموكل يغرم بدله بدل المبيع. هنا ذكر بدل المبيع لم يذكر قيمته، لماذا؟ هنا الضمان في المثلي بالمثل والمتقوم بالقيمة، هكذا لذلك قال غرم بدله الوكيل بالمشتري أيا كان، لكن القرار عليه، القرار على من؟ على المشتري، الضمان يستقر على المشتري، ومع ذلك يجوز للموكل تغريم الوكيل. وهذا كله إذا اعتلق الموكل الوكالة في البيع، يعني ذكرنا يبيع بثمن مثل لا يبيع نسيئة، يبيع بثمن مثل حال لا يبيع نسيئة ولا بغير نقد بلد ولا بغبن فاحش، كل هذا متى؟ لو اعتلق الموكل، يعني هذه كلها في الوكالة المطلقة، أما في الوكالة المعينة لا مفصلة فحسب التفصيل، يعني يتبع التفصيل. إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع هذا كله، كيف هذا الإطلاق بأن لم يقيد بثمن، هو لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد، لم يذكر الموكل للوكيل بأي ثمن يبيعه، بكم من الثمن يبيعه، هكذا بكم من الثمن يبيعه، هكذا ما بين. وكذلك على أي وصف كيفية يبيعه، هل يبيعه مؤجلا أو هل يبيعه حالا، لم يبين. وكذلك لم يقيد بنقد أيضا، يعني لم يبين بأي نقد يبيعه، بدينار أو بدرهم أو بفلوس أو بعرض تجارة أخرى، لم يبين عندئذ هكذا. وإن قيد بشيء اتبع، إما قيد الثمن أو الحلول أو التوجيل أو النقد أو جميع هذه الأشياء ينبغي أن يتبع. فرع، لو قال لوكيله بيعه بكم شئت، هكذا صرح بكم شئت، هكذا ذكر، فله بيعه بغبن فاحش، لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد، هذان لا يجوزان. لماذا؟ قوله بكم هذا يقتضي الاختيار أين في الثمن فقط، أو بما شئت أو بما تراه، هكذا ذكر، يعني بيع هذا بما شئت أو بما تراه، فله بيعه بغير نقد البلد، كلمة ما يدل على نوع البدل، فإذا نوع أيا كان لا بأس، دينارا أو درهما نقد البلد أو غير نقده هكذا. أما تعبيره بكم هذا يقتضي يعني الثمن،
مقدار الثمن لا كمية الثمن لا بغبن ولا بنسية هذان ليس بجائزين عندما يقول بما شئت أو بما ترى ثم أو بكيف شئت يعني بيعه بكيف شئت فله بيعه بنسية الكيفية تقتضي بيعه نسية أو مؤجلا يعني عادلا ومؤجلا كلاهما لا بغبن ولا بغير نقد البلد أو بما عز وهانا هكذا ذكر بيعه بما عز وهانا فله بيعه بعرل وغبن لا بنسية بما عز وهانا معناه بما كثر وقل بما قل وكثر عزيز قليل هانا وهو هين سهل هذا كثير إذن بما عز وهانا معناه بما قل وكثر فله بيعه بعرل عرل ليس نقد النسل ثم أو بغير نقد البلد أيضا يجوز ثم وغبن أيضا لا بنسية ولا يبيع الوكيل لنفسه وموليه هكذا قال بيعه فإذا هذا الوكيل يحتاج إلى هذا المبيع أو هو يرغب فيه هل يجوز له بيعه لنفسه لا يجوز له بيعه لنفسه فكذلك لا يجوز له بيعه لموليه مولي يعني إما مجنون أو يعني هذا صبيه صبيته هكذا هذا لا يجوز لماذا لا يجوز وإن أذن له في ذلك وقدر له الثمن خلافا لابن الرفع رحمه الله لامتناع اتحاد الموجب والقابل يعني لو باع الوكيل لنفسه من الموجب هذا وكيل من الذي يقبل هو نفسه فإذا ينبغي الاختلاف بين الموجب والقابل ينبغي أن لا يتحدا وهنا يتحدان لذلك لا يجوز هذا البيع عند البيع لموليه أيضا هكذا موليه هذا هو يبيع لمن لولده الصغير فإذا هو الذي يقبل يعني لأجل موليه هذا الوكيل يقبل هذا العقد هناك أيضا يأتي الاتحاد نعم ثم ذكر بعده غاية لعدم صحة هذا البيع لا يبيع وإن أذن له في ذلك وقدر له الثمن لا يجوز خلافا لابن رفاعة هو قال يجوز عند تقدير الثمن وعند الإذن في ذلك ثم ليس المشكلة مشكلة الإذن أو يعني عدم التقدير بل مشكلة يعني اتحاد الموجب والقابل هذا بعد الإذن أيضا هذا المحذور موجود أو لو قدر ثمنا أيضا فالمحذور موجود لذلك لا يجوز ثم وإن اندفت التهمة لا يوجد هنا تهمة لا يعني في بعض الأحيان هل يجوز لا يجوز ما عندي اندفاء التهمة يعني ليس المسألة مسألة التهمة وعدمها بل اتحاد الموجب والقابل هذا يوجد في جميع صور بيع الوكيل لنفسه او موليه لذلك لا يجوز بخلاف او وولده الرشيد فاذا هذا الوكيل يجوز له بيع هذا المبيع لابيه لماذا لا يتحد القابل والموجب او هو يبيع لولده الرشيد عندما يبيع لأبيه أو ولده ممكن يكون هناك تهمة وما ذلك يصح هذا الذي قال نعم وبعض قال لا يجوز هذا البيع لأجل وجود التهمة لذلك هذا يصح في الأصح كما ذكر في المنهاج نعم
ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها إن وثق به. فإذا فيما مضى ذكر المصنف يجوز له بيعه بثمن المثل لا يجوز بأقل منه بغبن فاحش، هذا هو المنهي. فإذا لو كان هناك راغب يرغب في شراء هذا المبيع بأكثر من ثمن المثل، عندئذ هل يجوز له بيعه بثمن المثل؟ لا يجوز له. فإذا كان هذا استثناء من قوله السابق يبيع بثمن مثل، متى هذا؟ لو لم يوجد راغب بأكثر من ثمن مثل. ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة، ثم ينظر في هذه الزيادة أيضا، كم هذه الزيادة؟ يعني عندما ذكرنا في مسألة النقصان عن ثمن المثل ذكرنا هذا الناقص لو كان يعني غبنا فاحشا لا يجوز، أما غبن غير فاحش يغتفر. كذلك هنا إذن متى لا يجوز؟ لو كان هذه الزيادة لا يتغابن بمثلها، يعني لا يغتفر بمثلها، لو كان يغتفر بمثلها فلا بأس. فإذا هذا ثمن مثل عشرة، رجل يرغب بإحدى عشرة، فإذا هو باع بعشرة فلا بأس. لماذا؟ هذا يتغابن بمثلها. نعم، إن وثق به، لكن عند زيادة لا يجوز بثمن المثل متى؟ بشروط، هذه الشروط يبين. إن وثق به، من يثق؟ هذا الوكيل يثق به يعني بهذا الراغب. ثم قال الأذرعي رحمه الله: ولم يكن مماطلا ولا ماله أو كسبه حراما، هكذا شروط، عندئذ لا يصح بثمن المثل، إلا يصح بثمن المثل. ولم يكن هذا الراغب مماطلا، مماطلا يعني هو يؤخر الثمن، ثم عبثا يعني هو موسر، مع ذلك يؤخر. ولا ماله يعني لم يكن ماله أو كسبه حراما، يعني لو كان ماله أو كسبه حراما فيصح بيعه بثمن المثل مع وجود هذا الراغب بالزيادة. كذلك لو كان مماطلا يصح البيع بثمن المثل، هكذا. حراما أي هذا أي هو كله أو أكثره، ماله أو كسبه حرام، إما كله حرام أو أكثره حرام، أو لو كان بعضه حرام الحكم هكذا. بل أو بعضه إن كان مال الموكل حلالا، هكذا ذكر في الفتح. ثم فإن وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس أو الشرط ولو لمشتري وحده ولم يرضى بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبا. فإذا عند البيع ما كان الراغب موجودا، بل بعد العقد وجد راغب، يعني أولا هو نظر في الراغبين، فإذا كل يرغب في شراء هذا الشيء بثمن مثل فقط، هكذا وكيل باع. بعد ذلك حضر حاضر وهو يرغب بأكثر من هذا الثمن، فإذا ماذا يفعل؟ لو كان هذا خيار مجلس باقي أو خيار شرط باق يفسخ هذا العقد. هذا الذي قال فإن وجد راغب بالزيادة، زيادة ذكرنا معيارها لا يتغابن بمثلها، متى وجد؟ في زمن خيار المجلس، يعني لم يتفرق من المجلس بعد العقد، عندئذ جاء واحد هو يرغب، أو الشرط يعني في زمن خيار الشرط
مثلا شرطا الخيار لثلاثة أيام أو يومين هكذا. ولو لمشتري، ممكن هذا خيار لمشتري فقط، يعني ليس لهذا الوكيل، الوكيل هو البائع، لكن للمشتري فقط. خلال ذلك جاء راغب جديد وهو يرغب بأكثر من ثمن الدينار للمشتري وحده، عندئذ يفسخ ولم يرغب بزيادة. ثم ينظر هذا المشتري هل يرغب بهذه الزيادة أو لا يرغب بزيادة، ممكن أو هو يرغب بزيادة. فإذا وهي المسألة مفروضة هنا في عدم رضا المشتري بهذه الزيادة، فسخ الوكيل العقد وجوبا، يجب يعني فسخ العقد. ثم كيف يفسخ؟ له طرق كثيرة، لكن بالبيع، هذا يعني الأولى بالبيع. كيف يفسخ؟ وهو يفسخ بالبيع، يعني يبيع هذا المبيع لهذا الراغب الجديد، يبيعه، فهذا البيع يعني يعتبر فسخا، هذا هو فسخ فعلي. وبهذا أولى. أو هو يفسخ بالصيغة، يقول فسخت ثم يبيع، كلاهما جائز يعني، وهذا أولى. يبيع لمن؟ للراغب بزيادة. وإلا يعني هذا الرجل لم يفسخ، الوكيل لم يفسخ، هل يقع شيء؟ نعم، انفسخ بنفسه. لماذا؟ يعني هذا الوكيل مأمور بالمصلحة، فإذا لم يبقى لهذه المصلحة فالعقد فاسد. نعم، انفسخ بنفسه. ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال إن المبيع حتى يقبل الثمن الحال. هذا الوكيل باع، لا يسلم الوكيل بالبيع بحال، بثمن حال هو باع، بثمن حال معناه هذا عند الإطلاق أو عند تقييد الحلول في الوكالة. فإذا لو أذن الموكل للبيع نسيئة فلا يأتي هنا هذا الحكم هنا. لذلك قال بالبيع بحاله، لا يسلم المبيع حتى يقبل الثمن الحال. لا، لو كان الثمن حالا يأخذ هذا الثمن الحال، بعد ذلك يؤتي المبيع. وإلا يعني لو سلم المبيع قبل قبض الثمن ضمن للموكل قيمة المبيع ولو مثليا، فهذا الرجل يكون ضامنا للموكل قيمة المبيع. نعم. قيمة المبيع متى يعتبر قيمة المبيع؟ يعني يوم التسليم، ولو مثليا أيضا، وهو يضمن للقيمة ولو كان هذا الشيء مثليا، المبيع مثليا، لا ينظر إلى المبيع. لماذا؟ وهو لا يضمن بالمبيع بل هو ضامن بثمنه، لذلك يعتبر القيمة. وليس له شراء معيب ووقع له إن علما، الذي سبق في مسألة التوكيل في البيع، فهذا مسألة التوكيل في الشراء. ليس له، أي للوكيل، لا يجوز للوكيل، وهذا وكيل بالشراء، وكله رجل بشراء شيء، هل يجوز له شراء معيب؟ لا يجوز له شراء معيب لاطلاع الاطلاق عرفا السليما. فإذن هذا أيضا عند الإطلاق، هذا وكالة مطلقة. فإذن لو وكل رجل آخر بشراء شيء معيب هو يشتريه، لا بأس، هذا معلوم من قوله لاقتلاء الإطلاق عرفا السليمة، لذلك لا يشتري المعيب.
ووقع الشراء له، يعني هذا وكيل بالشراء أي اشترى المعيبة، فإذا يكون هذا الشراء للوكيل فقط لا يكون للموكل. متى هذا يقع للوكيل؟ إن علم العيب واشتراه بثمن في الذمة، وبهذه الشروط يقع للوكيل لا يقع للموكل. عند شراء وكان عالما للعيب فكذلك اشترى بثمن في الذمة، يعني لم يشتري بعين مال من؟ بعين مال الموكل. لو اشترى بعين مال الموكل سيأتي نعم يقع للموكل هكذا أو يفسد هكذا. وإن ساوى المبيع الثمن، ممكن هناك حينما اشترى المعيب وهو أعد ثمن المعيب فقط، فما ذلك لا يصح البيع. لماذا؟ فهذا الاطلاق يقتضي السليم، لذلك مشكلة هناك، ليست المشكلة التفاوت في الثمن، بل المشكلة أن الإطلاق يقتضي السليم، هو لم يفعل بمقتضى الإطلاق. وإن ساوى المبيع الثمن إلا إن عينه الموكل، نعم لو عين الموكل هذا المعيب وهو يشتري المعيب وعلم بعيبه فيقع له، يعني رجل وكل لآخر أن يشتري شيئا معينا، فإذا وهذا الموكل كان يعلم أن ذلك الشيء الذي عينه لشرائه معيب، هكذا هو يعلم، هذا الذي قال وعلم بعيبه، من يعلم؟ موكل يعلم، فيقع له يقع للموكل. كما إذا اشتراه بثمن بالذمة أو بعين ماله جاهلا بعينه عيبه، ذكر في المتن ووقع له إن علم، فإذا لو لم يعلم يقع لمن؟ للموكل. هذا قال إذا اشتراه بثمن بالذمة أو بعين ماله، بعين ماله أو بعين مال الموكل، كيف جاهلا بعيبه. وإن لم يساوي المبيع الثمن كان جاهلا بعيبه، يعني ظن أن هذا الشيء سليما ثم اشترى، يقول الموكل. وإن لم يساوي المبيع الثمن بل يزيد الثمن، وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل، فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء وإلا وقع للوكيل، يعني فيما مضى ذكر واشتراه بثمن في الذمة مع علم العيب، ثم بعد ذلك ذكر مسألة جهل العيب، فإذن لو اشترى مع علمه بالعيب بعين مال الموكل ماذا يكون حكمه؟ هذا لم يذكر فيما قبل، لذلك هو بيّن في قوله هذا. وعلم مما مر أنه حيث لم يعلم لم يقع للموكل، فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء، يكون الشراء باطلا، وإلا وقع للوكيل. إلا معناه إن لم يكن الثمن عين ماله بل كان ثمنه في ذمتنا. ويجوز لعامل القراض شراؤه لأن القصد ثم الربح، وهذا وكيل لا يجوز أن يشتري معيبا، أما عامل القراض يجوز له شراء المعيب، فما الفرق بينهما؟ هذا الذي يقول مسائل الشراء ستأتي في الفصل الآتي، وما ذلك ذكر هنا لأجل الفرق بينهما. ذكر المصنف هذه المسألة هنا لأجل بيان الفرق بينهما. لماذا يجوز لعامل القراض ولا يجوز
للوكيل، هذا الذي يقول. ويجوز لعامل القران شراءه، يعني شراء المعيب، لأن القصد ثم الربح، ثم يعني في باب القران. فإذا لو اشترى هذا المعيب يحصل الربح. نعم. ثم الذي يرغب، هذا ليس لأجل الخيانة، بل الذي يرغب إلى يعني في المعيب هو يشتري منه من هذا العمل، فلا بأس، فلا محذور هناك. ثم وقليته، يعني قلية هذه العلة، هذا التعليل، تعليل جواز شراء المعيب لعامل القران، قليته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز. الوكيل عندما يشتري فالقصد الربح، قصده الربح. قصده الربح يعني الموكل وكل هذا الوكيل لشراء ذلك الشيء لأجل الربح، لو كان هكذا يجوز. هذا الذي وهو كذلك، هذا قضيته وهو كذلك. نعم. ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل رد بعيب، لا لوكيل إن رضي به موكل. ثم هكذا لو اشترى معيبا، كيف اشترى معيبا بدون العلم بهذا العيب، يعني كان جاهلا، يجوز للموكل وللوكيل جميعهما جائز رد بعيب، يعني خيار العيب ثابت لهما، لا لوكيل لا يثبت خيار العيب لوكيل إن رضي به موكل. هكذا وكيل اشترى معيبا بعد ذلك رضي به الموكل، بعد ذلك لا يجوز للوكيل رده بسبب العيب. ولو دفع موكله إليه مالا للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلم من عنده فمتبرع، حتى ولو تعذر مال الموكل لنحو غيبة مفتاح، إذ يمكنه الإشهاد على أنه أدى عنه ليرجع أو إخبار الحاكم بذلك. إذن رجل أعطى لآخر، يعني لوكيله مالا لشراء شيء، ثم بعد ذلك عين هذا المال ثمنا، عندما يوكل هكذا لشراء شيء يعطي مالا ثم يعين هذا المال ثمنا أو بدون تعيين، يعني يعطي مئة ثم قال له اشتري هذا الشيء بمئة، فإذا هو اشترى بمئة، أو قال يعني اشتري ذلك الشيء بهذه المئة، فإذا الموكل عين هذه المئة ثمنا للمشترى، نعم، بما يشتريه. هكذا يكون صورتان يختلف حكمهما، هذا الذي يبين. ولو دفع موكله إليه إلى الوكيل مالا للشراء وأمره بتسليمه بالثمن، نعم، فسلم من عنده، لكن الوكيل لم يسلم هذا المال بالثمن، بل هو أعطى مالا آخر من عند نفسه، فمتبرع، هذا الرجل متبرع بالثمن، يعني لا يجوز له أخذ ما أعطاه الموكل بدلا منه، يعني المئة باق عنده، فإذا هذه المئة يجب عليه ردها إلى الموكل، وهذا المبيع أليس لنفسه بل للمبيع، فإذا كأنه تبرع بثمنه للموكل. نعم. حتى ولو تعذر، يكون متبرعا ولو تعذر مال الموكل أيضا، تعذر مال الموكل معناه تعذر إعطاء مال الموكل، يعني هو أعطى من عند نفسه المال بسبب تعذر إعطاء مال الموكل، يعني بعذر، عندئذ أيضا يعتبر هذا الرجل متبرعا. ثم تعذر مال الموكل لماذا تعذر؟
لنحو غيبة مفتاح، يعني هو وضع المال في خزانة ثم بعد ذلك أقفلها وفقد المفتاح هكذا، ثم بعد ذلك أعطى المال من عند نفسه يعتبر متبرعا. في هذه الحالة أيضا يعتبر متبرعا. لماذا؟ يعني عند التعذر أيضا يعتبر متبرعا. لماذا؟ إذ يمكنه الإشهاد على أنه أدى أنه ليرجع، أو إخبار الحاكم بذلك. إخبار الحاكم بذلك معناه بأنه يؤدي عنه ليرجع، لم يفعل هذين الأمرين لأجل ذلك يعتبر متبرعا. إذن إذ يمكنه الإشهاد، هذا علة لكونه متبرعا ليس باعتبار هذه الغاية، يعني غاية التعذر مال الموكل والمطلق. فإن لم يدفع له شيئا أو لم يمره بالتسليم به، أو الموكل لم يعطي للوكيل شيئا من المال بل وكله للشرعي، قال له اشتري شيئا هكذا، أو لم يأمره بالتسليم فيه، يعني وأعطى هكذا مالا، أعطى مئة أو ألفا ثم بعد ذلك قال اشتري شيئا كذا، لم يذكر بهذه المئة أو لم يذكر أعطى هذا ثمنا هكذا، لم يذكر عندئذ يرجع. نعم، رجع للقرينة الدالة على إذنه له بالتسليم عنه، يعني الموكل حينما لم يعين، حيث لم يعين التسليم كأنه أذن لإعطاء الوكيل المال من عند نفسه، كأنه يذن. نعم، ولا له توكيل بلا إذن فيما يتأتى منه. هذا مسألة توكيل الوكيل. أولا رجل وكل آخر، فهذا الآخر وكيل، هو يوكل رجلا ثالثا، هل يجوز أو لا؟ نعم، في بعض الحالات جائز، في بعض الحالات ليس بجائز بل هو منهي. المنهي يذكره أولا. ولا له، يعني لا يجوز للوكيل توكيل لآخر بلا إذن من الموكل. أين هذا؟ فيما يتأتى منه، يعني فيما يحصل أو يتحقق من الوكيل الأولي. فإذن هنا مفروض ثلاثة أشخاص، هذا موكل ثم وكيل أول، هو موكل ثاني ثم وكيل فقط، هذا الوكيل هو وكيل ثاني. فإذا لو كان هذا الأمر الذي وكل به يتأتى من هذا الوكيل الأول لا يجوز له توكيل وكيل ثاني. لماذا؟ لأنه لم يرل بغيره، هذا الموكل لم يرل لغيره بغيره، لذلك وكله. ثم نعم، لو وكله في قابل الدين فقابله وأرسله مع أحد من عياله لم يضمن. إن رجل وكل آخر في قابل دين على آخر، فإذا ذهب وقبله، يعني أدى وكالته وقبله، ثم ماذا فعل؟ وأرسله، وأرسل هذا الدين، من الوكيل أرسل إلى من؟ إلى الموكل. مع من أرسل؟ مع أحد من عياله، العيال يعني الأولاد أو زوجته وهكذا سيأتي من المراد بالعيال، إذن أو خدمه أو مماليكه هكذا، هل يضمن؟ لا يضمن، كما قاله الجوري رحمه الله. نعم، يعني هذا ليس توكيلا على توكيل الوكيل، هذا الإرسال لا يعتبر توكيلا من الوكيل توكيلا غير صحيح. لو كان هكذا الوكيل وكل وكيلا آخر حيث لم يصح هذا التوكيل يضمن حقيقة، لكن في هذه الصورة لا يضمن،
سيأتي الليلة. قال شيخنا: والذي يظهر أن المراد بهم يعني الإيال من هم أولاده ومماليكه وزوجاته هكذا بخلاف غيرهم. فإذا لو أرسل في يد غير العيال يضمن، نعم، لو تلف يضمن، نعم. ومثله إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم وخرج بقوله فيما يتم. ومثله يعني مثل الإرسال، والذي سبق إرسال أي شيء إرسال الثمن فيما مضى بين ثمن لا الدين، نعم نعم، إرسال الدين هذا الذي ذكر فيما سبق. وفي هذا يقول يعني إرسال ما اشتراه لأجل الموكل، لموكل وكله لشراء شيء واشترى ذلك الشيء ثم أرسله إلى الموكل في يد أحد من العيال، هل يضمن؟ لا يضمن، نعم. ومثله إرسال ما نحو ما اشتراه له من مع أحدهم ثم وخرج بقوله فيما يتأتى منه ما لم يتأتى، يعني ولا له توكيل بلا إذن من الموكل فيما يتأتى منه. فإذا هذا الأمر الذي وكل به لا يحصل منه بسهولة، بل هو يحتاج إلى مساعدة لآخر، هل يجوز له أن يوكل؟ نعم، هذا الذي يقول. وخرج بقوله فيما يتأتى منه، ماذا خرج؟ ما لم يتأتى منه يعني من الوكيل، لكونه يتعسر عليه الاتيان به لكثرته. لماذا لا يتأتى؟ يذكر علته، هذا متعسر عليه لكثرته، هذا كثير جدا، أو لكونه لا يحسنه، أو هذا الرجل لا يحسن هذا العمل هكذا، لا يحسنه أو لا يليق به، أو هو يحسن لكن لا يليق بهذا الوكيل هكذا، فله التوكيل عن موكله، نعم، فيجوز له التوكيل. لكن هذا التوكيل هل يكون يقع عن نفس الوكيل أو عن نفس الموكل؟ يقع عن الموكل لا عن نفسه. فإذن ما معنى هذا عن موكل لا عن نفسه؟ معناه الموكل يجوز له عازله، نعم، كما سيد. لو كان التوكيل عن نفسه لا يجوز للموكل يعني تصرفات في هذه الوكالة الثانية، ليس كذلك، له تصرف. وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله، نعم، قضية التعليل المذكور ماذا؟ امتناع التوكيل، لا يجوز للوكيل التوكيل عند جهل الموكل بحاله. جاهل الموكل بحاله، بحال من؟ بحال الوكيل، يعني هل يتحتى منه هذا الأمر، أو هل يحسن أو لا يحسن، أو يتعسر عليه أو لا يتعسر عليه. الموكل جاهل بهذه الأحوال، معناه أنه ليس براض بتوكيل الوكيل آخر في هذا الأمر. ولو طرأ له العجز، يعني كان قادرا عند التوكيل لكن قبل المباشرة بهذا الفعل صار عاجزا، هل يجوز له التوكيل؟ هذا الذي يذكر بعده. ولو طرأ له، حدث له العجز لطروب نحو مرل أو سفر، إما هو سافر أو يعني صار مريضا، لم يجوز له أن يوكل. وإذا وكل الوكيل بإذن الموكل فالثاني وكيل الموكل فلا يعزله الوكيل، نعم، وموكل وكيل الموكل، لذلك يكون التصرف في هذه الوكالة للموكل لا يكون للوكيل. فإن قال الموكل وكل عنك هكذا أذن، وكل عنك ففعل، فالثاني وكيل الوكيل لأنه مقتضى الإذن،
فينعزل بعزله. الوكيل يكون عن الوكيل، ما معناه ينعزل بعزله؟ هذا الوكيل الثاني يكون منعزلا بعزله، بعزل وكيلنا. أما لو كانت الوكالة عن الموكل لا ينزل به، وهنا ينزل به. ويلزم الوكيل ألا يوكل إلا أمينا. نعم. إنما يجوز التوكيل للوكيل، يجب اعتبار هذه الشروط. هذا الذي قال لا يجوز، يلزم الوكيل ألا يوكل إلا أمينا ما لم يعين له غيره مع علم الموكل بحاله. إذن لو عين الموكل رجلا للتوكيل وهو يعلم حال هذا الرجل أنه ليس بيمين فلا بأس هو يوكله. نعم. ما لم يعين له الموكل ما عين للوكيل غيره غير أمين مع علم الموكل بحاله بحال الغير أنه ليس بيمين، أو لم يقل له وكل من شئت على الوجه، عندئذ لا يجوز. لو قال هذا يجوز أمينا أو غير أمين أيا كان، كما لو قالت يعني نذيره إذن يعني السيب. نعم. إذن السيب، كما لو قالت سيبا لوليها زوجني ممن شئت فله تزويجها من غير الكفية، ثم لأجل قولها ممن شئت، لو لم تذكرها قولها ممن شئت لا يجوز إلا التزويج إلا من الكفية. وقوله لوكيله في شيء يفعل فيه ما شئت أو كل ما تفعله جائز ليس إذنا في التوكيل. هذا موكل قال لوكيله في شيء، ماذا قال؟ افعل فيه ما شئت، او يعني كل ما تفعله جائز، هكذا قال. هل يعتبر هذان القولان اذنا للوكيل في التوكيل؟ لا يجوز اذنا. نعم. بل هذا اذن يحتاج الى لفظ يدل عليه، وهذا لا يدل عليه. ثم فرع، لو قال بيع لشخص معين كزيد لم يبيع من غيره، هكذا لو عين الشخص لا يبيع من غيره ولو وكيل زيد، هذا هو المهمان. الموكل قال أمر الوكيل أن يبيع هذا الشيء لزيد، إذن هو وكل لوكيل، لا باع لوكيل زيد، هل يجوز؟ لا يجوز، بل يجب أن يبيع لزيد مباشرة فقط. نعم. هذا الذي قال ولو وكيل زيد، ولو كان هذا الغير وكيل زيد لا يجوز. وبشيء معين من المال، قال شخص ماذا قال؟ بيع بشيء معين من المال، يعني بيع بالدينار أو بيع بالدرهم، هكذا قال. كالدينار لم يبيع بالدراهم على المعتمدين، أو في مكان معين، أو قال هذا بيعه في مدينة كذا تعين، أو في زمان معين مثلا كشهر كذا أو يوم كذا تعين ذلك، فلا يجوز قبله ولا بعده. نعم. ولو في الطلاق كالعتق، يعني في مسألة التوكيل في الطلاق أو المسألة التوكيل في العتق لا يجوز قبله ولا بعده. نعم. وإن لم يتعلق به غرض، يعني لم يتعلق بما عينه الموكل من شخص أو مكان أو زمن غرض صحيح، لم يتعلق به غرض، أو إن لم يتعلق به غرض لا يجوز هذا بيع قبله ولا بعده، يعني في مكان آخر أو لشخص آخر لا يجوز هذا. لماذا؟ عملا باللذني، في اللذني هو صرح، لو لم يكن غرض أو لم يكن غرض كلاهما لا يعتبران، بل يعتبر هذا الإذن هنا. وفارقه،
إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك، هكذا قال رجل لآخر. إذا جاء رأس الشهر، رأس الشهر كذا، فأمر زوجتي بيدك يعني أنت تطلق، هكذا قال زوجتي. فإذا يجوز له قبله، لا بعده أيضا، يعني بعد رأس الشهر أيضا جائز. هذا هو، هذا فارق. قبل رأس الشهر لا يجوز، قبل رأس الشهر لا يجوز، بل يجوز بعد رأس الشهر بخلاف المسألة الماضية. ولم يرد التقييد برأسه، ثم وهنا متى يكون الفرق؟ ممكن هو أراد أنه يطلق في أول الشهر فقط، هكذا لو نوى لا يجوز بعده، يعني لو طلق هذا يكون طلاق فضولي لا يقع. لو لم ينوي هذا يجوز له بعد استهلال الشهر، يعني في وسط الشهر أو في آخر الشهر أو في الشهر الثاني، في كل وقت يجوز، فله إيقاعه بعد هنا، إيقاع الطلاق، بخلاف طلقها يوم الجمعة. هكذا لو ذكر فإنه يقتضي حصر الفعل فيه، يعني في يوم الجمعة فقط دون غيره. فإذا الفرق، هذا الفرق يعني إذا جاء رأس الشهر يقتضي أن هذا بداية وقته، وقت هذا الفعل الذي وكل الوكيل لأجله، هذا بداية الوقت ثم يمتد هذا الوقت، هذا هو ظاهر قوله. ثم وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما، يعني رجل هكذا ذكر بيعه يوم الجمعة، هل يجوز له بيعه ليلة الجمعة؟ نعم، كلاهما سواء، لكن متى؟ إذا استوى الراغبون فيهما، يعني لا يختلف في سوق الناس في الليل والنهار، الراغب موجود في اليوم في النهار والليل سواء. إذا لو كان يقل في الليل ويكثر في النهار لا يكون الليل مثل النهار، فيجب البيع في النهار فقط. ولو قال يوم الجمعة أو العيد مثلا، تعين أول جمعة أو عيد فيلقاه. لو أطلق هكذا يراد به أول جمعة أو أول عيد. وإنما يتعين المكان إذا لم يقدر الثمن أو نهاه عن غيره، وإلا جاز البيع في غيره. ثم ما ذكرنا من مسألة تعيين المكان، وهذا يقدر بقيد، يقيد بقيد، ما هو؟ إذا لم يقدر الثمن. لو قدر الثمن وعين المكان فيجوز له أن يبيعه في غير ذلك المكان. لماذا؟ ليس هناك محذور، لأنه عين المكان وبعد ذلك قدر الثمن أيضا، فهذا الموكل هو يرغب في تحصيل هذا الثمن، لأجل ذلك لو قدر الثمن يجوز له أن يبيعه في ذلك المكان أو في غير ذلك المكان. ثم أو نهاه عن غيره، نعم، فنهاه فأتهن لقوله لم يقدر الثمن، فنهاه إنما يتعين ذلك إذا نهاه عن غيره، قدر الثمن وعينا وقال لا تبيعه في غيره، هكذا نهي، عندئذ لا يجوز له بيعه في غيره، وإلا جاز البيع في غيره، وهو أمين. ثم يبين ما يعني يده، يد الوكيل، هل هي يد أمانة أو ضمان، هذا الذي يبين. قال هذا يد أمانة، وهو أي الوكيل، ولو بجعل الوكيل ممكن عين له وعين له وموكله جعلا، يعني أجرة ثوابا، ممكن هذا الوكيل بثواب، مع ذلك هو أمين فقط، يعني يده يد أمانة،
إذن كيف يكون يعني الفرق بين يدي أمانة ويدي الأمان؟ هذا يد الأمان لو كانت اليد يد استقلال، مثلا هذا رجل استأجر شيئا، فإذا في الإجارة يده يد استقلال، ليست يده تابعة ليد آخر، وهنا الوكيل يده تابع ليد المالك الموكل، هكذا تابع. لو كان هكذا تبعية يكون يد أمين، وإلا يكون يد ضمان. وكذلك لو كان يعني العقد عقد إحسان وبر يكون يد أمانة، لا يكون يد ضمان. نعم، هكذا يعني العلماء فرقوا بين اليدين. ثم فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد، هذا معنى كونه أمين. ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد، يعني هذا الوكيل أولا تسلم من الموكل هذا المال، ثم بعد ذلك ادعى أنه قد تلف في يده، يصدق بيمينه. فكذلك يصدق بيمينه في الرد على الموكل، رد أي شيء، رد العوض أو رد يعني المعوض أيا كان. مثلا هذا رجل وكل لآخر في بيع شيء، بعد ذلك هو ادعى أنه رد هذا الشيء الذي أعطاه لبيعه إلى الموكل، أو رد ثمنه أيا كان، يصدق بيمينه لأنه ائتمنه، يعني هذا الموكل ائتمن الوكيل، لذلك يصدق بيمينه. بخلاف الرد في غير الموكل على غير الموكل كرسوله، فيصدق الرسول بيمينه. فإذا هذا الوكيل الذي ادعى أنه رد العوض المعوض على من؟ على غير الموكل، لا يصدق الوكيل بل يصدق ذاك الرجل. نعم، كرسوله، رسوله يعني رسول الموكل، يعني نائب الموكل، فيصدق الرسول بيمينه. ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته، هكذا هو يقول، لكن وأنكر المستحق دفعه إليه، مستحق يعني الدائن، هذا كان مدين وكل لي آخر، وإذن هو قال أنا قضيت الدين، لكن الدائن ماذا يقول؟ أنا ما وجدت، أنكر المستحق دفعه، يعني دفع الوكيل إليه، أو دفع الدين إليه إلى المستحق، هكذا أنكر. صدق المستحق بيمينه، يعني لا يصدق الوكيل، لأن الأصل عدم القضاء، فيحلف ويطالب الموكل فقط، ثم بعد ذلك هذا الرجل يعني المستحق، وهل يطالب الوكيل؟ لا يطالب الوكيل بل يطالب الموكل فقط. نعم، فإن تعدى ضمنا، هذا هو شؤون كونه أمين، هكذا هو أمين، فإن تعدى ضمنا. ثم يذكر يعني صور مثال التعدي، كأن ركب الدابة، هو ركب الدابة ولبس الثوب، رجل وكل آخر لبيع الدابة، فإذا هو ركب هذه الدابة ثم بسببه تلف، أو لبس الثوب تعديا، تعديا معناه بدون إذن من الموكل ضمنا، كسائر الأمناء جميع الأمناء هكذا، لو تعدوا في المال الذي أؤتمن به فيه يكون ضامن. ومن التعدي، ثم يذكر بعض الأمثلة للتعدي، ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع، يعني المال كان في يده بعد ذلك ضاع هذا المال، هو لا يدري كيف ضاع، من أخذ أين وضع هذا العين، هذا من التقصير ويضمن. أو وضعه بمحل ثم نسيه، أو
هو يعلم يعني أنه وضعه بمحل، لكن أين وضع؟ نسي ذلك المحل، هذا أيضا من التعدي. لماذا؟ ينبغي عليه أن يتحذر من مثل هذا، فإذا لم يتحذر ولا ينعزل بتعديه بغير اتلاف الموكل فيه، ثم لو تعدى هل ينعزل الوكيل؟ في بعض السور ينعزل وفي بعض السور لا ينعزل، هذا التفصيل يذكر. لا ينعزل الوكيل بتعديه، تعدي بأي سبب؟ بغير اتلاف الموكل فيه، موكل فيه يعني هذا المتاع وهذا المال وهذا الشيء، إذن أتلف هذا المال فهو ينعزل. لم يتلف هذا المال بل تعدى بغير هذا بغير هذا الاتلاف، مثلا ركوب أو لبس ثوب وهكذا، فإذا لا ينعزل. نعم. ولو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا ثوبا، أرسل إلى بزاز معناه موكل، أرسل الوكيل إلى بزاز بائع البز ليأخذ منه ثوبا، كيف يأخذ ثوبا؟ يعني لأجل المساومة هكذا، يأخذ منه ثوبا ثوبا، فتلف في الطريق هكذا، هو ذهب وأخذ الثوب عندما يرجع إلى الموكل تلف في الطريق، ضمنه المرسل للرسول، فإذا هذا صاحب البزاز، صاحب البزين بائع البز البزاز هو فقد هذا الثوب وذهب إلى دكانه أخذ منه ثوبا ويأتي إلى الموكل، ثم الموكل ينظر هذا الثوب ويسأله كم ثمنه هكذا هكذا، ثم أخيرا يتقرر البيع والشراء وهو يشتري. فإذن عندما تلف في الطريق من هو الضامن؟ الضامن للبزاز من هو؟ هل الوكيل أو الموكل؟ هذا موكل فقط ليس وكيلا. هذا الذي قال المرسل للرسول. ثم فروع، لو اختلف في أصل الوكالة بعد التصرف، كوكلتني في كذا فقال ما وكلتك، أو في صفتها بأن قال وكلتني بالبيع نسية أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة، صدق الموكل بيمينه في الكل لأن الأصل معهنا. هكذا اختلاف بين الوكيل والموكل في أصل الوكالة بعد التصرف. فإذا صورته هذا، وكيل يقول وكلتني بك، موكل قال ما وكلتك، أو في صفتها، ليس الاختلاف في أصل الوكالة بل في صفة الوكالة، كيف هذا؟ بأن قال وكلتني بالبيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال بل نقدا، نقدا يعني ما وكلتك بالبيع نسيئة بل وكلتك بالبيع نقدا يعني حالا، أو بعشرة يعني وكلتك للشراء بعشرة فقط، صدق الموكل بهذه الحالات كلها لأن الأصل معهما. وينعزل الوكيل بعزل أحدهما، ثم مسألة النزال الوكيل بعزل أحدهما يعني الوكيل والموكل، فإذا الوكيل عزل نفسه أو الموكل عزل الوكيل هكذا، هذا يذكر أي بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزل الموكل سواء كان بلفظ العزل أم لا، لا يشترط هنا لفظ العزل بل ما يدل على العزل يكفي، هذا الذي قال سواء كان بلفظ العزل أم لا، كفسخت الوكالة هكذا ذكر الموكل، ليس هنا صيغة العزل بل هذا يدل على العزل. نعم. أو أبطلتها أو عزلتها كلها، وإن لم يعلم المعزول، إن لم يعلم المعزول. نعم.
هكذا الموكل عزل الوكيل، المعزول من هو؟ هو وكيل ولم يعلم، يعني لا يتوقف انعزال أو نفوذ عزل الموكل وكيله، لا يتوقف على علم الوكيل، علم المعزول، بدون ذلك يقع. إذن بعد ذلك الوكيل تصرف ظنا أنه وكيل، هذا تصرف ليس بنافذ. لماذا؟ سبق أن بينا مرارا أن الاعتبار في الوقود في نفس الأمر، بما في نفس الأمر؟ هنا في نفس الأمر ليس وكيلا بل هو معزول. لا، لو بدا هذا فتصرفه باطل هكذا. وينزل أيضا بخروج أحدهما عن أهلية التصرف، ينزل أحدهما بموت، فإذا إما مات الوكيل أو الموكل أو جنون، أحدهما جنة، حصلا لأحدهما، حصلا الموت والجنون لأحدهما، حصلا يعني كل واحد منهما، أحدهما لأحدهما، وإن لم يعلم الآخر به، مثلا هذا موكل ماته لم يعلم الوكيل موته، أو موكل صار مجنونا لم يعلم الوكيل جنونه، هكذا وعلى العكس يقع يعني الأزل. ولو قصرت مدة الجنون لا حاجة إلى طول مدة الجنون في إزالة الوكيل به، لا. وزوال ملك موكل، يعني ينزل بزوال ملك موكل أن أي شيء أما وكل فيه ببيعه كذا كذا أو بإجارته أو بإعارته هكذا أو منفعته، إما زال ملكه أما وكل فيه أو منفعته، يعني زال ملكه عن منفعة ذلك الشيء، كأن باع أو وقف أو آجر أو رهن أو زوج عمتا، هذه كلها زوال الملك في البيع والوقف، يزول الملك تماما عن عينهما، في الإجارة يزول الملك عن منفعته، ثم في الرهن يزول الملك يعني في الرهن كذلك تزويج اللمت، نعم هذا ملك كيف يزول؟ يزول هذا الملك الذي يجوز التصرف به، وهنا لا يجوز التصرف به، لماذا؟ تعلق به حق المرتهن، نعم. ولا يصدق الموكل بعد تصرف إلا ببينة، ثم لو اختلف الموكل والوكيل لا يصدق الموكل بعد التصرف، أي تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته، هكذا هو يدعي، لا يقبل هذا إلا ببينة يقيمها على العزل، من يقيم؟ الموكل. قال الأسنوي رحمه الله صورته صورة تصديق الموكل إذا أنكر الوكيل العزل، الوكيل بعد التصرف ينكر العزل، فإن وافقه على العزل، إذن الوكيل يوافقه على العزل، لكن ادعى أنه بعد التصرف، نعم الوكيل يوافقه على العزل، فإن وافقه على العزل لكن ادعى أنه بعد التصرف، يعني وما اختلف لم يختلف في عصل العزل، بل هما يقولان يتفقان أن الموكل عزله، لكن وقيل يقول أنه عزله بعد التصرف، فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة، وفيه تفصيل معروف عندها. فإذا هذه المسألة نظير مسألة دعوى الزوج، الزوج يدعي تقدم الرجعة على انقضاء العدة، فالزوجة تدعي أن الرجعة بعد انقضاء العدة،
في تفسير النوع سيأتي في باب اللدة. ولو تصرف وكيل أو عامل بعد نزاله جاهلا في عين مال موكله بطل. تصرف وكيل أو عامل، عامل يعني عامل قراض، في باب القراض هذا عامل قراض ادعى. ماذا ادعى؟ أنا أم تصرف بعد إن إزاله جاهلا، هما ما علم العزل، هكذا تصرف. في أي شيء تصرف؟ في عين مال موكله بطل، هذا التصرف يبطل. وضمنها إن سلمها، وضمنها يعني ضمن العين، إن سلمها أو في ذمته يعني، وهما تصرفا لكن تصرفا في ذمته يعني في ذمة العامل أو في الموكل، ليس تصرفهما في عين مال موكله. إن نقد له، لمن ينقد؟ للوكيل أو العامل، لا ينقد للموكل. فروع، لو قال لمدينه اشتري لي عبدا بما في ذمتك، هكذا داعين ذكر لمديني بما في ذمتك ففعل، يعني هذا مدينة اشترى لأجل الداعين عبدا، أصح للموكل. نعم، موكل الداعي. نعم، وبريء المدين لو اشترى هو بريء. وإن تلف على الأوجه، ممكن بعد شرائه هو تلف العبد مات أو قتله آخر، هكذا برئ ذمته المدين. ولو قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من دين الذي عليك، هكذا ذكر ففعل، وينفق على هذا اليتيم كل يوم درهم درهم درهم، صح وبرئ على ما قاله بعضهم. كل يوم تكون ذمته بريئة بريئة من هذا القدر قدر من ديننا، وبرئ على ما قاله بعضهم. ويوافقه قول القاضي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما، أمر أن يشتري طعاما ففعل، ودفع ثمنا وقبل الطعام فتلف في يده بريئ من الدين ويبرأ من الدين. نعم، ولو قال لوكيله بئ هذه ببلدك واشتري لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في الطريق. رجل ماذا قال؟ بئ هذه، أعطى له عينا، موكل أعطى في يد الوكيل عينا، ثم قال بئ هذه هذه العين، بيع هذه عين ببلد كذا هكذا، ثم قال واشتري لي بثمنها، بثمن هذه العين ماذا تفعل؟ تشتري لي قنا، هكذا. لو ذكر يجوز له، جاز له إيداعها، يعني إيداع هذا العين في الطريق أو في المقصد، في أي مكان يجوز له إيداعها. لماذا يجوز له إيداع؟ لأن هذا البيع أليس بلازم، العمل على الوكيل ليس بلازم، بل لو عمل ينفذ ويصح فقط، فإذا يجوز له إيداعها. لكن إيداع عند من؟ عند أمين من حاكم فغيره يجوز، إذ العمل غير لازم له. نعم، ولا تغرير منه، يعني وهنا هل غرر الموكل، هل أوقع الموكل في الغرور؟ لم يوقع في الغرور، لأجل ذلك لا يأتي الهرمة. نعم، بل المالك هو المخاطر بماله، المالك هو المخاطر بماله، يعني هو وكل بماله هذا الرجل، فإذن كأنه مستعد لأن يتحمل بجميع مفاسده. هذا الذي معنى قوله هو المخاطر،
مشرف بماله على الهلاك لو يهلك لو يهلكنا ومن ثم لو باعها هكذا اولا لم يبيع بل هكذا اودع ثم هو مشى او هو باع لو باع هل يجب عليه شراء القني لا يلزم عليه شراء القني يعني وكله لامرين بيع هذا العين ثم شراء بثمنها قنا اما يفعل لا يفعل الوكيل شيئا منهما لا يبيع ولا يشتري قنا بل يوضعها في مكان او يفعل احدهما فقط يعني هو باع العين ولم يشتري القنا هذا ايضا لا جائز ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القني إذن هذا كلمة من ثم إشارة إلى ما إشارة إلى أن العمل غير لازم له ولا تقرير منه بل المالك هو المخاطر بماله نعم ولو اشتراه يعني هو عمل عملين وباع العين ثم اشترى القناع هل يجوز يجب عليه رده يعني إلى الموكل لا يجب عليه ولو اشتراه لم يلزمه رده رده يعني رد القن إيصال القن إلى الموكل هذا أيضا ليس بلازم بل له إيداعه عندما ذكر يعني من حاكم وغيره ثم الموكل يأتي ويأخذ منه هذا يجوز وليس له رد الثمن حيث لا قرينة قوية تدل على رده وليس له يعني ولا يجوز له رد الثمن حيث لا قرينة قوية تدل على رده يعني تدل على وجوب الرد عندئذ يجب الرد وإلا لا يجب الرد وليس له يعني ولا يجب له في سورة ما لو قال له اشتر لي بثمنه كذا هل يجب عليه رد الثمن لا لا هنا لا يجوز ليس له معناه لا يجوز له رد الثمن حيث لا قرينة قوية كيف يكون قرينة كأن قال له بيع العين واشتري بثمنها قنا وإذا لم تشتريه فلا تبقي الثمن عند أحد فحينئذ يرد ولا يضمن لو تلف هكذا لو صرح كيف هذا قرينة كأن قال له بيع العين واشتري بثمنها قنا هكذا قال ثم قرينة بعده وإذا لم تشتريه فلا تبقي الثمن عند أحد هكذا لو قال هذه قرينة على وجوب الرد عندئذ يجب الرد وإلا لا يجب الرد لا يجب الرد معناه بل هو يودع هنا وليس له رد الثمن ليس له عادة هذا التعبير يأتي لعدم الجواز لكن هنا لعدم الوجوب نعم لا يجب عليه الرد رد الثمن حيث لا قرينة قوية تدل على رده لو كانت هذه القرينة الدالة على وجوب الرد يرد كما ذكرت المثال كما استدارها شيخنا لأن المالك لم يأذن فيه لم يأذن فيه يعني في رد الثمن نعم في رد الثمن فإن فعل فهو في ضمانه فإن فعل لو رد الثمن فهو يعني الثمن في ضمانه في ضمان الوكيل حتى يصل إلى من لمالكه يكون في ضمان الوكيل
لماذا؟ وهو لم يذن في هذا الرد، يعني صورته هكذا، وباع الثمن، باع العين، ثم لا يشتري القدن، وهو يذهب بهذا الثمن إلى الموكل لإعطائه إياه. فإذا في هذا الطريق تلف هذا الثمن، عندئذ يجب عليه الضمان. لماذا؟ وهو أمره أن يشتري قنا، فإذا أن لا يشتري قنا وأن يذهب بهذا الثمن إلى الموكل تقصير منه، لأجل ذلك يضمنه. أما لو اشترى قنا ثم ذهب به فلا يكون ضامنا، بل يكون أمينا فقط. نعم. ومن ادعى أنه وكيل لقبض ما على زيد من نائن أو دين لم يلزمه هذا. من ادعى أنه وكيل لقبض ما على زيد، ماذا على زيد؟ إما دين أو عين، أيا كان، لم يلزمه الدفع إليه. يعني جاء رجل إلى إلى زيد، نعم، لا إلى زيد، لا نعم، جاء إلى زيد، نعم، ادعى أنه وكيل، ادعى عند من؟ ادعى عند زيد أنه وكيل لقبض ما عليه لرجل آخر. فإذا يكون الموكل مثلا عمرو وكله، هذا الوكيل جاء إلى زيد وعنده ادعى أنه وكيل لفلان لعمر أن يأخذ من عند زيد ما عليه لعمر، لم يلزمه الدفع عليه إليه، نعم، هل يجب عليه على زيد الدفع، دفع هذا العين أو الدين إلى الوكيل؟ لا يجب، إلا ببينة من وكالته. يعني لو جاء هذا الوكيل ببينة على وكالته يجب، وإلا لا يجب. ولكن يجوز الدفع، لا يجب الدفع، هل يجوز الدفع؟ نعم، يجوز الدفع له متى؟ إن صدقه بدعواه، إن كان يثق به يجوز. أو ادعى أنه محتال به، هذا مسألة الحوالة، هذا رجل ادعى أنه محتال به بأي شيء، بما على زيد. فإذا هذا رجل جاء إلى زيد ثم بعد ذلك قال هو محتال بما على زيد وصدقه، هذا زيد يصدق هذا المدعي، وجب الدفع إليه. في الوكالة لا يجب الدفع، هنا عند الحوالة يجب الدفع إليه. لماذا؟ لاعترافه، عند التصديق وهو يعترف بأي شيء، بأن المال انتقل منه إليه، بانتقال المال إليه كان المال في ذمة رجل آخر وذاك انتقل إلى ذمته، لأجل ذلك يجب. وإذا دفع إلى مدعي الوكالة، في مسألة الوكالة لا يجب الدفع بل جائز، هكذا دفع ثم فأنقر المستحق، مستحق أنقر أي شيء وكالته، وحلف المستحق أنه لم يوكل، فإن كان المدفوع عينا استردها إن بقيت. فإذا كان المدفوع، يعني ما كان على زيد عين، كان عينا، وهذا العين يبقى عند الوكيل بدون يعني بعينها يبقى، استردها المستحق يستردها إن بقيت، وإلا غرم من شاء منهما، إما غرم الوكيل أو غرم زيدا أيا كان، ولا رجوع للغارم على الآخر، ممكن هو غرم زيدا، فإذا زيد أعطى للمستحق هذا يعني ثمن هذا العين، هل يجوز له أن يرجع على الوكيل؟ لا يجوز. وكذلك لو غرم الوكيل، فإذا ثمن هذا المتاع، قيمة هذا المتاع وكيل أعطى للموكل، ثم هل يجوز له أن يرجع بهذه القيمة على زيد؟ لا يجوز. أيا غرمه لا يجوز
رجوع للغارم على الآخر. لماذا؟ لأنه مظلوم بزعمه، لأنه يعني لأن الآخر مظلوم بزعمه، بزعم الغارم. فإذا هذا الرجوع على الظالم فقط ليس على المظلوم. أو دينا، يعني ما على زيد لو كان، أو لو كان المدفوع دينا طالب الدافع فقط، يعني لا يطالب الوكيل بل يطالب الدافع، الدافع يعني زيد هنا في هذه الصورة. أو إلى مدعي الحوالة، يعني هو عتى إلى مدعي الحوالة، مع هذا وجوب العتاء، ما في الوكالة لا يجب بل هنا كان واجبا. فأنكر الدائن الحوالة، بعد ذلك الدائن جاء وأنكر الحوالة وحلف، أخذ دينه ممن كان عليه، يعني هو يأخذ دينه من زيد، ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه، هذا المؤدي من هو؟ يعني زيد، هل يرجع على من دفع إليه، يعني على هذا المحتال هل يرجع؟ لا يرجع. لماذا؟ لأنه اعترف بالملك له. نعم، من اعترف المؤدي، نعم اعترف بالملك له. قال الكمال الدميري: لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله صح اللقب، ولو قال بعد العقد لم يكن وكيلا. من قال هذا؟ الوكيل قال. فإذا جاء رجل وقال أنه وكيل لولي امرأة، ثم أزوج رجل بعد الفراغ من نكاحه قال ما كنت وكيلا، أنا كنت فضوليا هكذا. هل أو في البيع، هل يعني هذا إنكار الوكيل وكالته بعد التصرف هل يفيد؟ لا يفيد. هذا الذي يقول أصح العقد ولو قال بعد العقد لم يكن وكيلا لم يلتفت إليه. نعم.